لا أتصور أن تكون هناك انتخابات يوم 4 جويلة في هذه مغامرة سياسية، تنظيمها والمشاركة فيها مغامرة وتواطؤ. أنا أطلب من الشعب الجزائري أنه يكون صبور لفترة ما معينة، لأن هذا النظام القديم يقاوم، عنده قوة مقاومة، لأن عنده إمكانيات، يستعمل إمكانيات الدولة، ولا قوة الشعب فوق قوة كل هذا المقاومات داخل النظام. النظام السياسي الحالي يقاوم ضد قوى التغيير، لا يتصور تغيير جديد يطلع فيه نظام سياسي يحاسبوا على الممارسات، يحاسبوا على استعمال المال العام، يحاسبوا على السلطة، يحاسبوا على كل شيء، هذا غير ما يقبلهاش. نظام جديد سياسي ديمقراطي شفاف، هناك قوى كبيرة داخل النظام، كل مؤسسات السلطة في أعلى هرم السلطة تراوغ وتحب تكسب وقت، وترهن على تراجع التجنيد تاع الشارع باش تبقى في السلطة.